للمحاضرات. أني دكتورة شذا، وعندنا مادة النيورولوجي، بيدياتريك نيورولوجي. فأني وأستاذ ضياء، أني 3 محاضرات راح أنطيكم سيريبرال بالسي، وبعدين أنطيكم نيوروكوتينيا سيندروم اللي هي ديزيزات 2 ناخذها، وبعدين ناخذ سم اوف ذا سايكولوجيكال بروبلمز اللي هي الاوتيزم والهايبر اكتيف تشايلد. مواضيع حلوه ان شاء الله. فمحاضرتنا اليوم السيريبرال بالسي. السيريبرال بالسي موضوع جدا مهم، لانه تشوفوا يعني من تجول الردة تشوفون سيريبرال بالسي. بالعربي اسمه شلل الدماغ، هذا المتعارف التسمية بالعربي. فدائما من نبتدئ احنا الاوبجكتيف مالت المحاضرة تكون هي تعريف والكلاسيفيكيشن، وبعدين ننطي الكلينيكال فيتشرز، وبعدين الدايجنوسيس والمانجمنت. تعريف: What is cerebral palsy? It is a motor disorder of movement and posture. انتبه للتعريف. Motor. ما قال لك sensory. ما قال لك psychological. It is motor disorder of movement and posture. الحركة والposture. الوضع ماله. Caused by permanent and non-progressive disorder of early brain development. يتعرض الدماغ إلى فت insult في بداية النمو ماله. تعرفون أنتو الدماغ maximum growth of brain in children هو the first 2 years. فالcerebral palsy عادة يكون بهالفترة since birth، أو يظهر بالسنة الأولى أو حدودنا للسنة الثانية. النسبة مالته البريفلنس 2 بالألف، مو قليلة. 2 بالألف مو قليلة. كرايتيريا أوف سيريبرال بالسي: أولاً موتور إمبيرمنت مثل ما قلنا. ثانياً The motor impairment is due to malfunction of the brain rather than spinal cord or muscles. شوف ايش قد دقيق التعريف. يعني هو مو فت خلل بالسباينال كورد، بالنخاع الشوكي او المصل، لان هاي تجي غير ديزيز، هذه ماسكولار ديسوردر يسموها. It is brain. 3 The brain malfunction must be non-progressive. يعني شنو؟ يعني خل نفترض انه هو السبب ابو صفار كرنكتراس، وصار انسلت، صار الدامج او الضرر على هاي المنطقه بالبرين اللي هي البيزل جانجليا. هذا بعد صار الديفكت وصار الدامج هناك، يبقى نون بروجريسيف. ايش قد صار الدامج؟ 60% 70% يبقى نون بروجريسيف. 4 The brain malfunction must manifest early in life. ومثل ما قلنا early in life يعني بالسنتين الاولى، بالزايد بالسنتين الاولى، عاده قبل السنه تبدي المظاهر مالته. Etiology of cerebral palsy. بتسمعون الصوت شباب؟ واضح الصوت؟ الدكتور واضح. والشاشه الجروبين مفتوحه يمكم؟ واضحه؟ واضحه دكتور. Etiology of cerebral palsy: prenatal, natal or postnatal. prenatal يعني قبل الولادة، يعني فشي يتعرض للطفل وهو في بطن أمه. cerebral malformation اللي هي تشوهات خلقية بالبرين، يعني مثلا عنده خلينا نقول مايكروكيفالي، أو عنده هيدروكيفالي، أو عنده مثلا انينكيفالي، أو عنده هيدرانسيفالي، المي ماله كلش هواية، يعني أكو cerebral malformation of the brain. 2 intrauterine torch infection. torch infection هذا فد مجموعة من الانفكشنز تصيب الأطفال أو تصيب الجنين ببطن أمه، المختصر مالها torch. إذا تردون تعرفوها هي T toxoplasmosis، الأو ما مصنفة،
الار روبيلا، السي سي ام في فيروس، والاتش هيربس سيمبلكس. هذا المختصر. فهذه تاثر على الطفل وتسوي سندرامات. عفوا دكتوره. نعم. مو الاوت تمثل الاورجانيزمز مثل السفلس وغيرها؟ ممكن اي صحيح تنضاف لها ايضا الاورجانيزم السفلس، حتى الاتش اي في هسه قام يضيفوها، وحتى الهيباتايتس هم يضيفوها. احسنت. ثلاثه بلاسنتال انسفشنسي، يعني فقر بتغذيه البلاسنتا لاي سبب. دي كروموسومال انوماليز، يعني سندروم، يجي الطفل عنده سندروم، فهذا اكيد عنده خلل بدماغه همينه، بارت اوف ذا سندروم. اي اندوكراين اور ميتابوليك ديس اوردر. اف انترايتراين ثرومبو امبوليزم ريليتد تو ثرومبوفيليك ديس اوردر، يعني يصير عنده فت جلطه بدماغه تصير وهو انترايتراين. هذه البرينيتال كوزز. ثانيه برينيتال بروبلمز، وهذه المهمه وهذه اكثر شيء نشوفها. اولا كومبليكيشن اوف بريماتوريتي، وهذا احنا المشكله مالتنا انه البريماتوريتي موجوده، والبريماتوريتي بكل العالم موجوده، فانه البريماتوريتي بها كومبليكيشنز كثيره فقد تؤثر على البرين ديفلوبمنت اوف ذا بيبي. اثنين انترا بارتم تروما، يعني مثلا during labor صار عنده مثلا خلينا نقول يعني prolonged labor، بحيث صار عنده تروما، يعني صار عنده مثلا fracture of skull مثلا. ثلاثة hypoxic ischemic insult or encephalopathy، بين قوسين يسموها birth asphyxia، اللي هي يعني يصير عنده عسر التنفس، يسموها عسر التنفس. هاي شلون؟ لأي سبب من الأسباب صار عنده الولادة تعسرت، big baby أو مثلاً prolonged rupture membrane أو الـ يعني أسباب كثيرة birth asphyxia، meconium aspiration، هاي كلها يصير عنده عسر التنفس الطفل. أربعة كيرنكترس، اللي هو زيادة البيليروبين. خمسة انتراكرينيال هيموريج، نزف بالدماغ، وهذا ممكن يصير بالفول تيرم والبريماتشور، بس بالبريماتشور أكثر. كل ما قلت البريماتشوريتي وكل ما قل وزن الطفل كل ما الريسك مال الانتراكرينيال هيموريج يزيد. خمسة أيضا بيرينيتال ثرومبو امبوليزم related to thrombophilic disorders، اللي هي ممكن جلطات أو thrombosis بالبرين. postnatal problems أو postnatal causes، ما تشوفون بين قوسين حاطت لكم before 18 months of age، والسبب قلناه لأنه التأثير على brain development هو maximum بال first 2 years of life. non-accidental injury، يعني اللي هو هذا يسموه يعني abuse، child abuse، يعني أعوذ بالله، يعني مثلا المذر أو الفذر هو يأذي الطفل، يعني المذر هي يعني تسوي له مثلا shaking، تخضه أو ترقع راسه خلينا نقول، أو تضربه أو توقعه. تشوف شلون non accidental injury بين قوسين child abuse. ثانيا intracranial hemorrhage، لاي سبب تروما، مثل وقع طفل، وقع من الكاروك، وقع من ايد امه، يعني intracranial hemorrhage تروما. ثلاثه meningitis or encephalitis. and اربعه cardiopulmonary arrest like drowning، غرق طفل وغرق، يسبحوا بالبانيو بالحمام وغرق، وهكذا يعني اسباب كثيره. فهذه الـ causes of cerebral palsy. classification of cerebral palsy، التقسيم يكون على أساس الموتور impairment، لأنه هو القلنا هو التعريف ماله هو موتور، فإذا التعريف يكون أو الـ classification according to the motor impairment involved of the child.
three types according to the motor impairment. اولا spastic cerebral palsy هذا يشكل 85%. ثانيا عندنا الاثيتويد cerebral palsy والدستونيك cerebral palsy، ثلاث انواع. فاول نوع اللي هو spastic cerebral palsy يشكل 85%، هذا most common و result from damage to the cerebral motor cortex، يعني the main part of the brain اللي هو the cerebral cortex or its connection. ف spastic cerebral palsy classified according to the extremity affected، ايضا انقسمه يعني subdivisions according to the extremity affected، حسب العضو او الطرف. احنا نتعامل هنا بالاطراف ايدين ورجلين، حسب الاكستريميتي انفولد الى ثلاث انواع. سباستيك هيمبليجيا يعني نصفي، نصف الجسم ايد ورجل. ثانيا سباستيك دايبليجيا يعني الاطراف السفلى، داي يعني الاطراف السفلى. الاسباستيك سيربرال بالسي 85%. النوع الثاني دستونيك او بين قوسين اثيتويد سيربرال بالسي ريزلت فروم دامج تو ذا بيزال جانجليا، فد مكان بالبرين اسمه بيزال جانجليا، كاركترايز باي ايريجولار اند انفولنتري موفمنت. هذه وين شباب تنظروا بالبيزال جانجليا؟ بالكرنكترس الابو صفار الجوندس يضرب هذه المنطقة، فيصير عندهم typical هذا النوع من ال cerebral palsy. وطبعاً أيضاً أنواع أخرى، يعني هي كل الأنواع ممكن تصيب أي جزء من البرين بالمناسبة، بس شافوا أنه أكثر أكو correlation. ثلاثة ataxic cerebral palsy هذا rare and result from damage to the cerebellum المخيخ، و characterized by hypotonia, incoordination and intention tremor. فهذا ما راح نحكي عليه لان هو رير، ومينلي هي هاي الكلينيكال فيتشرز اللي موجوده عندهم، لان هي صفات السربلم المخيخ. المخيخ تعرفون السربلم يسيطر على التوازن بالجسم، يعني الاتاكسيا مثلا المشيه مالته ما متوازنه، التون يكون hypotonic، التريمر، الانكوردينيشن، هاي كلها وظائف السربلم. نيجي هسه الكلينيكال فيتشرز اوف سيربرال بالسي، وراح نبدي باول نوع اللي هو السباستيك سيربرال بالسي اول تايبس. احنا مو قلنا اكو عندنا ثلاث انواع، اكو عندنا هيميبليجيك ودايبليجيك والكوادربليجيك. كل نوع له صفات خاصة به، وبنفس الوقت اكو صفات عامة لكل هذه الانواع الثلاثة اللي هي السباستيك سيربرال بالسي كليته. شنو هاي الفيتشر؟ يجتمعون بصفة الابر موتور نيورون ليجنز. برين انت عندك دا تتعامل برين يعني سيربرال كورتكس، فمعناها ابر موتور نيورون ليجنز. شنو هي الفيتشرز مال ابر موتور نيورون ليجنز؟ Class 9 hypertonia، تون عالي، hypertonia يسموها spasticity. ثانيا brisk deep tendon reflexes، يعني ما تجي تسوي له knee jerk وتسوي له الانكل jerk، تصير brisk يسموها exaggerated deep tendon reflexes. انكل كلونس هاي الرجفة اللي تصير. اربعة بابينسكي positive يعني يصير extensor لفوق. All these are found in the affected limb according to the type. شوف الملاحظة حسب الطرف المصاب، يعني إذا هو diplegia تشوف هاي الفيتشرز الأبر موتور نيورون ليجن بالأطراف السفلى، إيديناته ما بها شيء normal. إذا هو hemiplegic تشوفها بالطرف المصاب النصف المصاب، خلينا نقول اليمنى left hemiplegia، فتشوفها بال left side of the body.
according to the affected limb. هاي ملاحظة شباب انتبهوا لها، وخصوصا بالإجابة من أجيب لكم سؤال ذكروها، يعني لا تنسون تشيرون إلى هذه النقطة. يعني من ضمن الكلينيكال فيتشرز لازم تدرجون أيضا هذه الملاحظة. نجي هسه على الصفات الخاصة لكل نوع. Clinical features of spastic hemiplegia النصفي. One side of the body is only affected. The arm is more involved than the leg. سبحان الله، إيده أكثر من رجله. During infancy, there are decrease in the spontaneous movement on the affected side. من يبدي يتحرك الطفل تلاحظ المدر إنه هاي الإيد ما يحركها مثل إيده الثانية. Walking is delayed until 18 إلى 24 months. أنتوا تعرفون الطفل يبدي يمشي بالسنة، بس هذا أكو يصير عنده delay walking إلى 18 شهر أو سنتين. The child walk on tiptoe، يعني شنو tiptoe؟ على أطراف أصابعه، يمشي على أطراف أصابعه، ما يحط قدمه على القاع مثل المشية العادية. The affected arm is in posture of dystonic posture when running. ليش when running؟ لأنه الشد راح يصير والضغط على الأعصاب أكثر، فتشوف الـ posture يظهر بصورة واضحة أكثر. شنو هذا dystonic posture؟ تصير إيده بوضع flexion، abduction بالشولدر وflexion of the elbow وflexion of the wrist. هسه نشوف الصورة. circumductive gait. عشلون gait؟ يعني الخطوة مالته من يخطو من يمشي. circumductive يأخذها مثل القوس الدائري، مثل القوس الدائري يسحلها الرجلة هذه المصابة، لأن ما يقدر يمشيها مثل الرجل الثانية العدلة. ف circumductive على شكل قوس دائري circle يسحلها الرجلة، يلا يعدلها بصف الرجل الثانية. إذا تردون تدخلون على، أنا ما خليت لكم فيديو لأنه قد يأخذ يعني هذا هواية مجال، فإذا تردون تدخلوا باليوتيوب وشوفوها circumductive gait. أربعة features of upper motor neuron lesion in the affected side. هذه صورة توضيحية، تشوف أنه ال left side normal، right side مصاب. فالارم هو هذا الدستونيك بوستشر، هذا اللي قلنا عليه. زين عيني ابدكشن، العفو ادكشن، اد يعني لازقه بالجسم، اد تو الاب اب اوت، فالادكشن يعني قريبه من جسمه هذه بالشولدر، وبال بال بال بالالبو فليكشن، وبالرست ايضا فليكشن. اللور لمب، اللور لمب شلون؟ طبعا هذه الايد يعني ما راح يقدر يلزم بيها، تون ما يعني سباستيك ما يقدر يلزم بيها سباستيك، واذا تجي تسوي له البو او اللي يسموه بايسبس ولا ترايسبس يقول بريسك يعني اكزاجريتد. اللور لم شوف البوستشر ماله فليكشن اوف ذا ني و دورسي بلانتر فليكشن اوف ذا فوت، ومن يبدي يمشي على طروف اصابعه. زين عني تبتو. بالمناسبه احنا من نحكي على البوستشر يعني ناخذ الموقف مال كل جوينت. يعني من تحكي على البوستشر مال اللور لمب الوصف مالك تاخذ من فوق هيب جوينت شلون صاير، والني جوينت، والانكل. هالشكل من نوصف البوستشر. هذا الهيمبليجيا. اكو عندكم سؤال شباب او تعليق لحد الان؟ بس البابنكسي ساين. بابنكسي ساين راح يصير بوزيتيف، يعني من تسوي له بابنكسي يصير بوزيتيف لي فوق، صابعه تروح لي فوق وفاني. انت عارف يعني البابنكسي ساين ترى بوزيتيف يعني. شلون؟ ترى بالطفل اول ما يولد يعني البابنكسي ساين هو نورمال بوزيتيف يعني. نعم، يو ار رايت. فهذه من يكبر تبقى البوزيتيف. عادة البابينسكي يصير نورمال بالسنة، فورا السنة من تجي تسوي له يصير بوزيتيف عندك. صحيح، أشكرك على هاي الملاحظة، عافية عليك.
صحيح، من يجي للدنيا إلى حد السنة أصلاً هو يكون positive. نجي هسه على النوع الآخر اللي هو clinical features of spastic diplegia. Diplegia يعني الأطراف السفلى. Both legs are affected and the arm are less affected. دياناته ما بيها شيء يستعملها ويلزم بيها ويحركها طبيعي، بس اللور أو كلش خفيف يعني بيها. عادة هي اللور limbs. When the baby start to crawl, crawl يعني من يبدي يزحف, the legs tend to drag behind. تسحل وراء. ما بيها تون, spastic, رجليناته ما يقدر يحركها. فكأنما وحدها تسحل وراء هاي رجليناته. There is excessive adduction of the hip and there is difficulty in putting nab. شوف هاي الملاحظة كلش حلوة. المذر هي اللي تنتبه. من تجي تحط الحفاضة للطفل تقول لك ما أقدر أفتح رجليه. الهيب جوينت قوية ما أقدر أفتحها. ليش؟ لأنه صايرة أدكشن آد تو متقاربة واحدة على الأخ، فما أقدر أفتح رجليناته وأحط الحفاضة. In suspension under the arm, the legs take a scissoring posture. هاي بعد أحلى الملاحظة. من تلزمة للطفل توقفه من جوا أبطة تلزمة للطفل وتوقفه. اللور limb legs تاخذ scissoring posture مثل المقص، مثل المقص يعني تتقاطع. عشان المقص متقاطع هاي همينة نفس الشيء scissoring يسموه. Walking is delayed and feet is equinovarus position and the child أيضا walk on tiptoe. نشوف هذا الرسم التوضيحي. تشوف الطفل دياناته normal وجهه حلو، وبالمناسبة هذول يصيرون الـ IQ مالهم كلش normal يعني الذكاء مالهم طبيعي، بس رجليه خطيه تكون مصابه. وايضا في ملاحظه ثانيه انطيكم اياها، عاده هذا النوع يصير بالبريماتشوريتي. بالبريماتشوريتي نشوفهم يصير عندهم هذا النوع من السيربرال بالسي. فتشوف الابر ليمز نورمال زين عينين. الرجلينات تشوف شلون رجلينات تشوفها الادكشن واضح، يعني الهيب متقاربه والني همات متقاربه. شوف يعني هسه هذا هنا الني قد حلوه بهاي الصوره متقاربه، وبعدين الفوت مالته ماخذه اكوينا فارس. شنو اكوينا؟ يعني ملتفه للداخل، يعني الفوت ملتفه للداخل انسايد زين عيني. واشوف شلون بهذه الصوره اللي جانبيه شوف شلون ماخذه وضع الهيب. الصورة الأمامية شوف الهيبس أدكشن، والنيز أيضا متقاربة أدكتد، والفيت متباعدة. الصورة الجانبية هذه بعد أوضح، أو تشوف أنه الهيب ماخذ وضع أيضا فليكشن، والني أيضا وضع فليكشن. فهذا الوضع مالته، فمن يجي يمشي على طرفه صابعة. النوع الثالث spastic quadriplegia. This is the most severe form of cerebral palsy. Mark motor impairment of all extremities. يعني الأطراف أربعتها. الأربعة يعني الأطراف العليا والسفلى. ومثل ما قلنا most severe يعني إلى هواية problems. It is associated with severe learning disability and fit. يصير عندهم epilepsy و learning disability. تعلم مالهم كلش متأخر. يعني تشوفه هو عمره 10 سنين وهو عقله وتصرفاته والمايلستون مال 3 اشهر. Swallowing difficulty and gastroesophageal reflux and problems and this will lead to aspiration pneumonia. يعني swallowing difficulty لانه كل المسلز مالت الجسم هي بحاله spasticity. فالمسل مالت السوالوينج تصير عندهم ايضا سباستيك، فما يبلع بسهوله، ما يقدر يبلع او اصلا ما يبلع. ويصير عندهم جاسترو اسوفيجيال ريفلكس جيرد، فهذا شو يسوي لك؟ يسوي لك اسبيريشن نيمونيا. مايكروكيفالي از كومن، راسه صغير. فليكشن كونتراكتشر اوف ذا ني اند البو ار اوفن بريزنت ليت تشايلدهود. كونتراكتشر يعني تصير عندهم اللي هي الـ يعني تشوهات او مو تشوهات، وانما هي فد تصلب بالاطراف يصير عندنا
يعني من كثرة الاسباستيسيتي. Associated disability, especially speech and visual problems. لو ما يشوف، لو عنده problem، يا أما سكوينت أو غيرها من المسائل أو من المشاكل الأخرى، لأنه عادة النيرفز همين involved، و problem in speech ما يحكي. هذا السيزرين اللي قلنا عليه مثل المقص، من تلزمه تشيله للطفل توقفه تشوفه راسه لي ورا، لي راسه لي ورا الاسباستيك، والسيزرين ياخذ موضع مثل المقص، صعوبه تفتح رجليناته، فهذا يسموه بين قوسين الادكتر سبازم، ماخذ هذا الوضع الادكتر سبازم. هذا رسم توضيحي ايضا، تشوف انه كل جسمه، فتشوف راسه صغير ومن يمشي يشوف، يعني يصير عنده ايضا ابنورمال موفمنت بالماوث وبالهيد ان جنرال. يصير عندهم شوف نفس الوضع هذا اللي قلنا عليه الدكتور سبازم، الهيبس متقاربه والني متقاربه ورجليناته، شوف شلون الاكوينا فارس وصايره بيها تبتو على طرف صابعة، والليج والفيت تيرند انورد، ملتفه، هي صح متباعده بس ملتفه للداخل، والصوره تشوفها على الويل تشير، هذا ما يقدر يمشي نهائيا وعلى الويل تشير، وتشوفه ماخذ وضع السيزرينج. تشوف هذا الكونتراكتشر هذا اللي قلنا عليه، يعني fixed deformity، تشوه بالطرف يبقى ثابت نتيجة الكونتراكتشر، نتيجة الاسباستيسيتي المستمرة. فتشوف هذا شلون الطرف مال الصبعة والطرف هذا الاصبع الكبير والرجل هيجي صايرة لي جوا، البوستشر يسموها plantar reflection deformity، هذا يسموه contracture. هذا النوع الأخير. نجي على النوع الثالث أو الثاني، خلصنا الاسباستيك، هسه النوع الثاني اللي هو الدستونيك أو الأثيتويد. نعم دكتور أسف، الآي كيو بالهيمبليجيا تتأثر؟ آي كيو بالهيمبليجيا maybe little or maybe normal. تمام. وقلنا للدايبليجيا normal mostly normal، وبالكوادريبليجيا سيفير منتال اي كيو لو. هسه نجي النوع الثاني اللي هو الدستونيك الاثيتويد سيربرال بالسي الاثيتويد. هذا مثل ما قلنا البيزال جانجليا، it is less common than the spastic hypotonia with poor head control and marked head lag. هذا شو يصير عنده؟ هذا يصير عنده هايبوتونيا عكس الاسباستيسيتي، شوف عنده يبقى هيد لاج، هيد كنترول ماكو. شباب شو وقت يصير الهيد كنترول بالطفل؟ 4 أشهر. فهنا عاد تجي الام تنتبه تقول ما يدي يعدل راسه، دكتوره شو هذا ما يدي يعدل راسه؟ تجي من انت تفحصه، اي والله شو هذا بعده هيد لاج ما يدي يعدل راسه. فهنا عاد انت تبدي تفكر والدايجنوسيس مالتك من 3 أشهر انت تبدي. Feeding may be difficult لأنه hypotonic، فالبلع ماله تقول لك poor feeding، ما يبلع زين، ما يمز زين، ضعيف بالرضاعة. Speech is affected because oropharyngeal muscles are involved، يعني كله عنده hypotonic، فspeech may be upset or slurred، يا أما ما يحكي للتالي أو slurred يعني ضعيف، النطق ماله ضعيف. Upper motor neural signs are absent، ما عنده هذا features of upper motor لأنه المنطقة المصابة هي البيزال جانجليا، فصير عنده بالعكس features of lower motor ودستونيا over several years. بتطور الزمن راح تظهر عنده الدستونيا. دستونيا هذه أيضا في posture معين يصير عنده كل جسمه هيك يرتد لي ورا، يعني راسه وجسمه يتقوس لي ورا. إذا تردون دخلوا على اليوتيوب وتشوفوها أيضا كفيديو. الاثيتويد هاي شنو؟ abnormal movement، يصير عند الطفل abnormal movement، فتحركات يسموها داء الرقص تشبه الكوريا،
فيحرك ايديه ورجليه بحركات معينه مثل يسموها داء الرقص. فمثل ما قلت لكم هذا اكثر شيء associated with carnectoras. النوع الثالث اللي هو الـ قلنا يعني الهايبوتونيك ما راح او السربلر تايب ما راح نحكي عليه لانه رير. Associated problems with cerebral palsy. Usually they have problems خصوصا اذا quadriplegia. One or more of the following are associated. يعني شماله فوق ما هو يعني عنده موتور بروبلم عنده مشاكل اخرى ومرات مشاكل كثيره عنده من هاي القائمه learning difficulty epilepsy visual impairment sequent hearing loss speech disorder behavior disorder feeding difficulty undernutrition and poor growth and respiratory problem. شوف هاي كلها موجوده عندهم البروبلمز. Diagnosis of cerebral palsy. It is a clinical diagnosis. وهذه حطوا جواها ثلاث شروط. Clinical diagnosis. There is no specific test for the diagnosis of cerebral palsy. ربما تسمعون من الناس إيه سوينا له مفراس، سوينا له تخطيط للدماغ وطلع عنده شلل بالدماغ. لا. إحنا شباب من ندس تحاليل أو فحوصات to exclude other problems. احنا مو راح يشخص لي cerebral palsy. It is a clinical diagnosis. فعادة الكلينيكال بيكتشر تيك تايم تو ايفولف. عادة يعني هو مو اول ما يجي للدنيا احنا هذا راح نقول عليه cerebral palsy. لا هو عنده ريسك فاكتور اي صحيح. يعني مثلا طفل هو بريماتشور بالفولو اب احنا نتابعه ونشوف راح تبدي تظهر عنده علامات. يعني ما اقدر نهائيا من لحظه الولاده اقول هذا عنده سيربرال بالسي او راح يصير. فوالتايم نراقب الطفل لهذا هو الفولو اب مطلوب. لهذا الويل بيبي كير مطلوب. الطفل اول ما يجي للدنيا لازم اتابعه باربع اسابيع وبعدين كل شهر وبعدين كل ثلاث اشهر. ثانيا الدايجنوسيس يوجوالي ميد ليتر ان ذا فيرست يير اوف لايف وين ذا فولوينج فيتشرز ار ايمرجينج. Abnormality of tone. وقلنا يا أما spastic يا أما hypotonic الطفل يكون. Delay in motor development. Minus tones. ما يمشي، ما يقعد، ما يزحف الطفل بصورة طبيعية. Abnormal pattern of development. يعني شلون؟ يعني الطفل بمكان ما يمشي طبيعي يمشي على تبتو. الطفل مكان ما يزحف طبيعي على اربع اطراف على رجليه. انتم شايفين طفل من يزحف رجليناته ما يتحركها من يزحف وهكذا. Persistent of primitive reflexes. هاي انتبهوا لها. اخذتوا محاضرات النيو الديفلوبمنت مو؟ اي دكتوره. اي البريمتيف ريفلكسز او يسموها نيونيتال ريفلكسز اللي هي المورو ريفلكس والبلانتر والسكينج هذني يبقى. هذه الملاحظة كلش مهمة. هذني الرفلكس انتم تعرفون ذني يختفى بالست شهر. عادة ست شهور تروح على البريمتيف ريفلكسز بعد ماكو مورو وسكينج وبلانتر. هذا لانه مثل ما قلنا نانو بروجريسيف برين ابنورمال ديفلوبمنت. دماغه بقى على هذا المستوى، بقى على مستوى البريمتيف ريفلكسز. فتبقى البريمتيف ريفلكسز، يعني تجي مثلا هو 10 سنين عمره سيربرال بالسي وتجي تسوي له الجراسب ريفلكس يطلع بوزيتيف. بلانتر ريفلكس يطلع بوزيتيف. فيسموها بيرسيست اوف ذا بريمتيف ريفلكسز. المانجمنت اوف ذا تشايلد سيربرال بالسي. It is not only the pediatrician. يعني مو وحدي أعالجة. أكو مجموعة تيم كامل يسموه multidisciplinary team متعدد الوظائف لمعالجة السيربرال بالسي. أولاً physician from various specialty. يعني أنت تحتاج أبو respiratory، تحتاج أبو GIT،
تحتاج ابو النيورولوجي. ثانيا اوكوبيشنال اند فيزيكال او فيزيوثيرابي، العلاج الطبيعي وطبيب التاهيل المفاصل والعلاج الطبيعي، سبيتش باثولوجي النطق، هذول يسوي لهم برنامج خاص للنطق يا اما بالاشارات وهكذا. سوشيال وركر عامل مجتمع، لان هذا الفاميلي يكون مثل يعني خلينا نقول يعاون الفاميلي هذه بعملها او وظيفتها. ادوكيتر تعليم، واكو مثل ما تعرفون هسه اصبحت عندنا معاهد خاصه للتعليم، هذول سامعين بها معاهد لذوي العوق او ذوي الاحتياجات الخاصه، معاهد يعني خاصه يعلموهم. يعني مثلا خلي نقول هو عنده دايبليجيا، رجليناته اوكي مصابه بس ايديناته يقدر يحركها، وعنده اي كيو نورمال، يعلموه رسم، يعلموه نجاره، يعلموه نحت وهكذا. ديفلوبمنتال سايكولوجيست، هذول عندهم سايكولوجيكال بروبلمز، والنيوتريشنال وركر اللي هو الدايتيشن تغذيه، مثل ما قلنا كلهم عندهم بور جروث اند اندر نيوتريشن. انت شو تريد من المانجمنت اوف سيريبرال بالسي؟ اولا مينيمايز ريدوس ذا افكت اوف سباستيسيتي اند ديفلوبمنت اوف كونتراكتشر، تقلل هذا خطيه الاسباس، تعرف ايش قد يتاذى، يعني تقلل من هذه الاسباستيسيتي الموجوده عنده وظهور الكونتراكتشر او تمنعها. اثنين اسوشيتد بروبلم تعالجها، الفيجن، الهيرينج، السيكوينت، الاندر نيوتريشن، هاي كلها تعالجها. ثلاثه educational need، ومثل ما قلنا اكو معاهد خاصه او مدارس خاصه لهم. ensure the family has adequate support، هاي كلش مهمه، يعني هاي سامعين بها رعايه اجتماعيه، يعني العائله اللي عندهم طفل مصاب بالسيريبرال بالسي يسوي لهم راتب للرعايه الاجتماعيه، لان هذا مصاريفه كثيره الطفل، فينطوهم راتب من الرعايه الاجتماعيه او معونه. وهو مو بس المعونه الماديه وايضا المعونه البراكتيكال اللي هو هذا السوشيال وركر، هذا الموظف هاي وظيفته يعني يساعد العائله. And to try to maximize the child integration into society، يدخل بالمجتمع يعني قدر الامكان، يعني مو تخليه هو بعيد عن المجتمع ومنبوذ، وانما تدخله بالمجتمع قدر الامكان. فانت شلون هذه تسويها المانجمنت؟ Parents should be taught how to work with the child in daily activity، يعني انت تعلمهم such as feeding، carrying، dressing، bathing، playing in ways that limit the effect of abnormal muscle tone. ساعدهم تعلمهم، هو هذا دور الـ occupational therapy والphysician. يعني مثلا شلون يغسلوا له هذا الطفل بالحمام بالبيت، شلون يوكلوه اذا هو عنده feeding problem، مثلا يخلوا له NG tube ويطعموا بها ويعلمون العائله. dressing، شلون تلبسه ملابسه وهكذا، يسووا له فت كرسي خاص، يسووا له هاي الويل تشير، يسووا له هاي الحجله اللي يسموها على مود يمشي بيها وهكذا. ثانيا اكسرسايز تو بريفنت ذا ديفلوبمنت اوف كونتراكتشر اللي هو العلاج الطبيعي. ثلاثه assist by adaptive equipment such as walker poles and standing frames، الحجلات والعكازات هذه والكرسي هذا تساعده بالتحرك وبالحركه. مثلا يسوي له كرسي يعني على يده بحيث يقدر يقعد على الميز ويا اخوانه من ياكلون، يشوف شلون يعني يسووه على قياساته وهكذا. surgical procedure، rhizotomy procedure for severe spasticity of the lower limb اللي يسموها Achilles tendon، هذا اللي قلنا عليه الكونتراكتشر مالت الانكل يسموه له rhizotomy، طبيب ابو الكسور هذا يسويها release the spasticity release the tendon،
هذا التندن يصير سباستيك قصير فيسوي له ريليز يفتحه حتى يطوله فشويه هاي السباستيسيتي تقل. وايضا اقدر اضيف لكم ايضا هسه ناوديز يستعملون البوتوكس اللي هو حقن البوتوكس يعني حتى ريليز ذا سباستيسيتي. طبيب اختصاص لازم يعرف وين يضربها حتى ريليز ذا سباستيسيتي يخفف من هذه السباستيسيتي. طبعا يعني الديفرنشال دايجنوستس مالت السيريبرال بالسي هي يعني تدخل بيها انه انت مثلا يعني بعض الاشياء اللي هي تدخل بيها بالديفرنشال دايجنوستس انت يو هاف تو اكسكلود. فاحنا من نسوي انفستيجيشن يعني مثلا اسوي له ثايرويد فانكشن ستدي يجوز هذا عنده ثايرويد هايبوثايرويدزم، اسوي له برين سكان على مود اشوف هذا عنده برين مال فورميشن، عنده خثره فد يعني بدماغه او عنده ابنورماليتي وهكذا. اذا هو مثلا خلينا نقول سندروم شاكه بي سندروم اسوي له كروموسومال ستدي، اذا شاكه بي تورج اسوي له تورج ستدي، يعني حتى قدر الامكان اعرف السبب. وبالمناسبه احيان كثيره بدون سبب يعني طفل هيلثي وحتى يقول لك الولاده مالته طبيعيه بس يطلع بعدين سيريبرال بالسي. فلهذا الفولو اب والفريكوينت اكزامينيشن اوف ذا بيبي كلش مكثف يكون الفحص خلال السنه الاولى للطفل من ناحيه الجروث اند ديفلوبمنت اللي هي المايلستونز. فهاي هي عندنا الديفرنشال دايجنوستس. هيرنج اسوي له هيرنج تيست يجوز هذا الطفل ما يسمع عنده بروبلم بالسمع ماله خطيه ومبين كانما هو ابنورمال زين. ف يعني هذه هي الاشياء اللي ممكن اسوي لها. And thank you very much. احب اسمع منكم اذا عندكم سؤال او تعليق. دكتوره؟ نعم. بس السلايد مال ديستونيا ممكن تقدر تشوفه؟ ها ديستونيا فد لحظه. شوف هذا هيك يرجع راسه لي ورا هيك يعني طبعا وبعد اوضح يعني هذا على السيزرين بطلعه ابو الديستونيا يتقوس هيك جسمه كله يصير قوس كامل. يعني اذا تريد تشوفها اوضح شوفها باليوتيوب كفيديو تكون اوضح. دكتور انت كاتب upper motor neuron lesion is not present يعني شنو فهمت شنو قصدك؟ وين؟ هو بالسلايد مال يعني الكتاب upper motor neuron lesion is not present. الديستونيك تايم. اي ما عندهم upper motor neuron هذول يصير عندهم lower motor neuron. الفيتشر مالهم كلهم هايبوتونيا الريفلكسز تكون ضعيفة. هذا اثيتويد هذا ديستونيك تايب.